انصدع يا حبيبي انصدع. هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما أدري ليش اتلفت في كل مكان، ولكن حياكم الله في الحلقة الثانية من لعبة الطين أو السيرفايفل أو ماك. فقبل أن نبدأ الحلقة لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة إذا أنت مشترك، وتفعل زر التنبيهات. خلونا نبدأ. أخيرا الرمح يا جماعة الخير، الرمح. تعال ايش عندك؟ ابلع يا حبيبي ضربتين وانت سادح عشان نقدر نكمل الحلقة هذه وحنا مرتاحين. يلا 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 توكل. لقيت الرمح يا جماعة الخير من بداية الحلقة هذه. طبعا انا تقدمت الى ما وصلت، يعني المستوى او المكان اللي وصلنا له في الحلقة الاولى. ما حبيت اني اعيد كل زي ما انتم شايفين اللوت اللي عندي لوت تجميع، قعدت امشي وادور بصراحه في كل مكان. ابعد يا حبيبي. فقعدت ادور في كل مكان الى ما لقيت القريه هذه، وبصراحه لقيت الصندوق. ما توقعت ان الصندوق بلاقي فيه، لاني دخلت تقريبا قريه هي في الجبل، اي جبل، الجبل اللي قدامي وراه ما طلع لي شيء. فما توقعت انه بيطلع لي الرمح هنا قبل ما اصور، ولكن طلع الرمح. فاهلا وسهلا، الان نقول نبدا الحلقه الثانيه اللي ممكن نخلص فيها سلسله في حلقتين. فخلوا النهار يطلع عشان نعرف ايش نسوي. ابا شو يا حبيبي، ما اكل معايا عيش ضربه واحده يا حبيبي. انت ما تعاملنا معاك في الحلقه الاولى، فما ندري ايش وضعك. أو شيت يا حبيبي، لا انت ولا غيرك يوقف بوجهي. يطلع النهار ونشوف ايش اللي راح نسويه ونسويه. بالله ايش ابغى اكثر من كذا؟ شوفوا اللوت، تعال ابلع يا حبيبي. القرية هذه حرفيا فيها كل شيء يا جماعة الخير. الان نطلع منها 34 ايرون بار، ونطلع منها 7 جولد، وهذا اظن تيتانيوم. وين راح هذا؟ ايش اللي اخذناه؟ والله ما اعرف ايش اسمه. وشوفوا ايش فيه، شوفوا في خوذه وكوينز 262. اول كوينز او رقم اجمعه من ناحيه الكوينز، ولسه في صناديق ما فتحتها. ما ادري هذه فتحتها ولا لا، ما اعتقد اني فتحتها. دقيقه، الا فتحتها. اوكي، ما اخذت الاسهم اللي هنا، ما راح اخذها لاني ماني بحاجتها. خلونا نشوف الكوخ هذا في شيء ولا لا. طبعا فين اللي في القريه؟ كلهم قتلتهم لانه لازم يموتوا، لانه اخذت اوكي. طلعوا لي الخشب اللي احتاجه، كمان ما احتاج اني ابني بيت لي او بيس او الكلام هذا. الكلام المرحله هذه احنا عديناها. اوكي، التفاحات ما اظن حاجات. شوفوا كمية اللوت اللي عندي وانا ما سويت شيء. فتح لي اشياء هنا، فتح لي هذه ما ادري ايش فايدتها، لكن ايش يحتاج؟ يحتاج بريش وود 25. هو البريش وود وين؟ هذا البريش وود الابيض. وفتح لي الاسهم وشست. بصراحة احتاج شست عشان اقدر احط في اللوت اللي معايا، لان اللوت مرة كثير. فحاليا خلوني اجرب او نجرب مع بعض نفتح شيست غالي، نشوف يعطينا بيرك يعني كويس 200. اوكي بسم الله. اوكي اعطاني المطرقة، ما ادري ايش فايدتها، وطيرت فلوسي. اوكي انا مرة جيعان، لازم اكل. اوكي ماني عارف بالضبط فين القارب. اوكي راح نتوجه عند القارب الان، لان حرفيا انا اعتبر نفسي اني التوب. معايا اكس وكمان بيك اكس، كلهم من الجولد، وانا حرفيا ما صنعت شيء، كله لقيته من القريه. يعني قريه اغنتني عن كل شيء. وين الخوذه؟ خلوني البس الخوذه. طبعا في دروع البسها، لكن انا بصراحه ما سويت اي شيء، ما اخذت، ما احتجت اني اتعب حرفيا. اوكي اعطوني، خلوني اخذ بيركاتها شويه كذا، ممكن تفيدني. ليه ما ياخذها؟ اوكي حسبت في حد.
اوكي في شستات على طريقنا، اعتقد اني فكيت الشستات هذه. لا ما فكيتها، دم في تفاح او ممكن فكيتها ورجع اللوت فيها تورش. ما احتاج التورش، فهذا لا هذا كل ما عاد افرق بين الكول وبين ال الشست المجاني اللي هو الشست هذا اللي يكون مجاني. فا اوكي اورنج ماني عارف بيركات للأمانة، ما اعرف ايش فايدتها. راح نجرب طبعا الاصنام والتماثيل هذه ايش فايدتها. هذه يا بشر بوسات، فما راح اجرب على هذه، راح اجرب على هذا. بس خلوني اجهز الفاس، نقول مستعدين. بسم الله على بركة الله. يا حبيبي انا توقعت يعني وقعت اقوى من كذا. اوكي هذه تعطي بيركات، فخلوني اجمع منها شويه وارجع لكم. اوكي انا قعدت اجلد وانا جاي في طريقي، انا معايا مره لوت، فراح اول شيء اسويه اللي هو الورك بنش. خلوني ارمي الحجر شويه، راح نسوي الورك بنش في مكان قريب هنا، يكون هنا افضل. لكن خلوني اجيبها كذا. اوكي هذا الورك بنش، نرجع ناخذ الحجر. راح نسوي شيست واحد حاليا، ان شاء الله انه يكفي. اوكي راح نحط فيه اللوت اللي ما نحتاجه حاليا، ما نحتاج الاشياء هذه. هذه اشياء يبغى لها صهر. هذا اوكي هذا انا ماني فاهم ايش فائدته، لكن راح استخدمه. اوكي راح نخلي الاشياء هذه هنا. طبعا الترتيب عادة عندي، لا احد يستغرب اني ليش ارتب الاغراض، انا من الناس اللي احب ارتب. اوكي تقريبا هذه الاشياء اللي احتاجها. ايش احتاج اني اسوي؟ احتاج اسوي لي فرن. اعتقد بسوي فرنين، خلوني اسويهم هنا ورا. هذا واحد ورا هنا، هذا واحد. انا ما ادري ليش اضرب، لكن لسه ما تعودت التحكم. وهذا الفرن الثاني. اوكي عندي اشياء بلا صهر، خلوني اخذها، مع اني ما ادري هل حستفيد منها ولا لا بما اني لاقي اللوت كله. اوكي اعطيني نص هذه، اصهر لي هذا. وانت كمان هنا يا طويل العمر. انا ايش بي ما انا فين طلعت؟ اوكي هنا نحط كمان هنا واصهر كل، مع انه ما يكفي. في شست مرسب من فوق ما اعرف ليش، بس راح افتحه واشوف ايش اللي جواته. اوكي ما اعرف ايش اللي جواته. المهم خلونا نصلح السفينه باللي معانا، انا ما يهمني اللوت اللي قاعد اخسره. اوكي هلا 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 يا حبيبي، ابلع ابلع، الله يرحم والدك ابلع. هذا ضبطته. ايش باقي؟ ما ادري ايش باقي هنا، ايش باقي؟ دارك وود. اوكي هذا يبغى له انجن هنا، ماني عارف الانجن من فين اجيبه. خلوني اخذ. اوكي هذا ايش؟ هذا ما اعرف ايش، جيم ماب ماني فاهم بالضبط من اول يطلع لي. بس خلونا نضبط الاساسيات اللي يبغى لها وود. اعتقد انه كذا انا كويس اني ما اموت. ماني عارف اللي برا هذا كيف اسويه. اوكي راح اسوي الدرج اللي هنا، حلوين. اعتقد في درج ثاني من الناحية الثانية نضبطه. اوكي باقي معايا خشب، باقي معايا سبعة. طيب متطلبات واحتياجات المكان. هنا يبغى لنا وود وروك، وود وروك 10 15 10 15، يبغى لنا كمية جدا كبيرة. هذا دارك اوك وهذا دارك اوك. اوكي اوكي والبيت الفاضل هذا ايش يبغى؟ البيت الفاضل ايش يبغى؟ ما كتب لي. اوكي يبغاله اوك وود وهذا عادي. طيب يعني الشغلات بسيطة، بس الهرجة كلها ايرون بار 12 هنا، فبرضو نحتاج الايرون بار عشان نسوي المكان هذا. فكالعادة نجمع موارد، نجمع بيركات، ونرجع للمكان هذا ونكمل اللي بدينا. وما زلت ألوت، وشو زي ما انتم شايفين هذا ب25، كل ما تزيد الايام كل ما ترتفع الاسعار، والاسعار ارتفعت. وما زلت ألوت زي ما انتم شايفين، قاعد اجمع خشب واجمع الفاير وود، وكمان بجمع الان الاوك، وان شاء الله انه ينكسر. ما ينكسر بدل الاكس، لازم اطوره. طيب ما عندي مشكلة اني اطوره. انا لقيت بارات من
المواد الثانية أصلا طلعتي كلها عشان أجمع روك، فراح أجمع روك على طريق وأنا راجع. طبعا الأشياء اللي قاعدة تطلع هذه من البيركات أو الميزات اللي عندي، فراح نرجع للقارب اللي ما أدري من فين. القارب من هنا. أوكي، راح نرجع للقارب ونضبط لنا أكس يكسر الأوك عشان نقدر نخلص من موضوع الأوك والدارك أوك كمان. أول شيء أحتاج إني أسوي الإنفل. خلوني أحط الإنفل هنا. أوكي، راح أسوي في الإنفل، ما راح أسوي سيف، أنا ماني عارف الدمج حقه أفضل ولا الصارت. لا ما راح أسوي الأشياء هذه والخرابيط. ممكن الدروع أسويها من الجولد لأنه عندي كمية، لكن أنا أبغى أسوي الأكس عشان أقدر أكسر الخشب. فايش يحتاج اوكي 5 من هذا. اوكي عندي بريك 5 بريك. هذا ايش الخشب؟ ماني عارف بالضبط. اوكي لا فاير. اوكي عندي بريك، اعتقد يقصد الحبال هذه. اوكي 5 اعتقد اني الان اقدر اصنع. ايش يبغالي ايش باقي؟ في شيء ناقص، لحظه، ناقص فاير وود 10 عندي. اوكي 5 عندي 10 وعندي 5. اوكي كل شيء تمام عندي، ايش المشكله انه ما يصنعوا 5 من البارك وفاير وود؟ عندي فاير وود عندي 9. المتبر هذا عندي 10. ماني عارف ايش المشكلة. انا سمعت شيء هنا طلع. اوكي هذول يرسمنوا كل شوية هنا، ماني عارف هم عشان موجود الابقار هنا او لا، ماني عارف بالضبط ايش المشكلة. بس خلوني اخذ الايرون اللي موجود هنا اسوي لي دروع. اوكي هذا الخودة وهذا الشس وهذا وهذه الرجول. اوكي تقريبا دروعي كذا انا فل الفل. اعتقد هذا ايرون ستيل العادي اعتقد. اوكي الان انا مدرع بشكل كامل لدرجة اني اختفيت. ونحط في الشست هذا الشيء ما نحتاجه، ولا هذا نحتاجه. الحبال هذه ما نحتاجها، هذا انا ماني عارف ايش بصراحة، شيء لقيته. فالكلام مو هنا الكلام، ايش اللي ناقص عشان شت 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 طلع لي بوس. يا ساتر، هذا البوس اللي قتلني اول. انسدح يا حبيبي انسدح. هلا والله، هلا 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 بالاشياء اللي طلعها لي وانا مصدوم. زين اني قاعد اصور. هات يا حبيبي، انا اخذت كل شيء يا حبيبي. دقايق خلوني اركز باللي طلع. اعتقد هذا انجن. اوكي هذا ايش؟ هذا يبغى ايرون بار. هنا ما ادري ايش يبغى، والله ما ادري ايش اللي طلع لي الزبده. قضيت على بوس وانا ما ادري وين هذولا. اوكي النغمه ما ادري ليش تغيرت. يا حبيبي انا صرت قوي، بمعنى الكلمه انا صرت قوي صح؟ اوكي يا حبيبي انت ايش؟ تعال انزل 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 يا حبيبي. ما عاد في شيء يوقف وجهي، حرفيا ما في شيء يوقف وجهي. هي مشكلتنا الان احنا كيف نهرب حرفيا. انا اتكلم معكم ومروق وما عندي اي مشكله. تعال يا حبيبي انت، تعال 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 انت لسه ما طلعت من قبرك، قضيت عليك. النغمه تغيرت يا جماعه الخير، ما ادري ليه، عشان الايام، ماني عارف بالضبط ايش اللي صار، لكن انا الان اقوى من اي شيء كان. نحن بحل مشكلة الشيء هذا. كيف اسويه؟ قبل شيء ما كان مختفي، الان صار مختفي. هل هو انه ما في مساحة؟ ماني متأكد. خلوني احط الاغراض، انا ماني عارف ايش الشيء هذا كمان، فراح احطه هنا. بس اعتقد انه شيء قوي. هذا ماني فاهم ايش هو. اوكي عندي كمية خشب مرة كبيرة، ايرون مرة كبيرة. احتاج اسوي شيء عشان اطبخ فيه اللحم، اعتقد انه يمديني اسوي اللي هو هذا الشيء.
خلوني احطه هنا. انا ما ادري ليش اضرب كل مره. احط هنا الفيول، احط هنا اللحم واخليه يطبخ. الجولد اوكي كامل. انا ايش عندي؟ هذا ايرون. احط هذا هنا. دقيقه انا احتاج اخذ الايرون معايا كمان. اجل السفينه تحتاج الايرون فين بالضبط؟ هنا. اوكي ضبطتها كلها كامله. الان يبغى ريد قم، وهنا يبغى الكور. هذا اعتقد اللي توي قتلت فيه البوس. ما احتجت اني اروح ادور بوس، جابوها لين عندي بنفسهم. حلوين. هنا ايش محتاج؟ اوكي انا والله قاعد اركب روب. يبغى 11 حبل. هنا يبغى انجن بيس. ايش هذا؟ اوبن بار 5. هذا نوع من الماتيريال. هنا يلو جيم. ماني عارف يلو جيم هذا فين الاقيه. طيب خلوني اكمل. انا ما ادري، انا قاعد اخبص والله بصراحه. الى الان اعتبر نفسي اخبص. اوكي انا احتاج اكل. خلوني اجرب اللحم كم يرفع. ما اقدر انط حرفيا، ما اقدر. قبل ما يكسروا هذول الاشياء يا معفنين. جايكم. لا تكسر يا رمه، لا تكسر. انا حقضي على البقر اللي هنا، لانه اعتقد هم اللي قاعدين يطلعوهم. ابلع انتو يا ابلع، ترى انا مره قوي، مو انتو شيء تتحدوني فيه. خلوني اشوف اللحم كم يقدر يرفعني، واحط لحم كمان ينطبخ. طيب اول لحمه. اوكي اللحم مره ممتاز. لا حرفيا اللحم مره ممتاز. اوكي هذا طبخ، بس يحتاج له كمان، ماني عارف ايش يفيدني. خلوني اخذ اشوف، حيفتح لي اشياء جديدة. برضو هنا نحتاج نشوف. سوالي 5. يحتاج كمان فيول. عندي اشياء مرة ملخبطة، اشياء مرة كثيرة ملخبطة. احتاج ارتب الامور. انا عندي وود وعندي هذا ليه ما يركب. اوكي هذا خلاص، خلصت المنطقة هذه. لازم اخلصها كلها عشان اعرف انا. هذا ايش يبغى؟ رو ميتال. اوكي ماني عارف ايش الاشياء هذه. انت ايش تبغى يا البيت الكبير؟ اوكي الباقي يحتاج له والله روب وما ادري ايش اشياء. هذا ايش؟ روبي. اوكي هذا اعتقد حبال. خلوني انا اشوف انا ايش اقدر اصنع بالاساس. هذا ما يبغوه. هذا ما ادري ايش بالضبط. اوكي روب. يبغالي ايش هذا الويت؟ صراحة في اشياء انا ماني عارف ايش هي. اوكي بارك عرفناه. الويت هذا ايش؟ الويت هذا ايش؟ ممكن هنا يتسوى يا حبيبي. هنا ايش المشكلة؟ هنا ليه مو راضي يفتح؟ ماني عارف بالضبط ليه مو راضي يفتح. يعني كوينز اقدر اسوي كوينز. اوكي طلع لي شيء جديد من الدروع. اعتقد الارم هذا اقوى شيء. لا يكون الستيل اقوى من الجولد، ماني متاكد بالضبط. اوكي الابقار ما زالت تطلع، لكن انا ما عندي مشكله، احتاج كميه اكل. خلوني اعرف ايش الاشياء اللي ناقصتني وارجع لكم. الموضوع محتاج فلنت عشان نسوي شيء ثاني اسمه الفليتشنج تابل. اعتقد انه منه نقدر نسوي، انا ايش بي على المايك، نقدر نسوي منه الاشياء هذه. فانا ناقصني فلنت، فبجمع فلنت وارجع. بس هذولا ما شاء الله ما يخلصوا رسبنا هنا، فما ادري اذا رحت من هنا هل بيجوا يكسروا ولا لا. لكن اتمنى انه ما يكسروا، لاني حطيت لوتي كله في الصندوق هنا. فخلونا نحط اللحم، ناخذ اللحم هذا ونحط. زي ما انتم شايفين مره فاضي، ما معي شيء غير الخشب، وراح احط الخشب كمان هنا واطلع اجمع فلنت وارجع. يا اخي والله يدي تحكني. اتهاوش مع البوس هذا، توقعوا يطلع قوي ولا يطلع زي اللي طلع لنا. يا حبيبي احنا ما نخاف من شيء. افتح يا حبيبي وروح بعيد. هو نفس الاول. اوكي ابلع. والله بياخذ وقت لكن
لازم ننتبه لان ضربته ممكن تكون مميتة. شت 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 شت. اوكي اوكي هو كسر لنا اشياء ممكن يفيدنا، يكسر لنا الاوك. اوكي اوه يا رب. للمرة الثانية على التوالي حاولنا نسوي شيء ولكن فزلكتي ما جابت نتيجة غير اني مت. لهنا وصلنا لنهاية الحلقة هذه، برضو اتمنى انكم انبسطتوا فيها. وقبل لا تطلعوا لا تنسوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر التنبيهات وتنشروا المقطع لأصحابكم. السلام عليكم.